السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الإبداع للشروحات المحاسبية. دائما معكم أحمد علي، مرحبا بكم السادة الزملاء. هنبدأ نتكلم النهاردة عن كيفية الحصول على القروض الشخصية بضمان المعاش المورث. يعني إيه المعاش المورث؟ يعني طبعا اللي بتكون واخده بتاخده عن والدك، أو تكون ست مطلقة وأرملة بتاخده مثلا عن والدتها أو كده يعني. او مثلا ممكن يكون لا قدر الله لو مثلا في كشف طبي او تشخيصات طبيه بالنسبه لاحد الرجاله، طبعا ده بياخد معاش والده او والدته حسب الدنيا ماشيه ازاي. طبعا اول حاجه عشان تبدا تاخد من البنك كارد بضمان معاش المورث، تبدا اول خطوه تروح البنك بتطلب ورقه تحويل معاش، بتروح بعد كده للتامينات الخاصه بحضرتك، بيبدا يمضيها لك ويختمها لك ويبدأ يحول لك المعاش بتاعك على البنك. بعد كده لازم تقبض أول شهر من البنك، بعد كده بعد ما تقبض بشهر وتاخد فيزا وكل حاجة، بتروح تقدم طلب على القروض. بالنسبة قبل ما تقدم طلب على القروض، ما يكونش عليك استعلام أي سكور ولا أي حاجات من ديت. طبعا ده بالنسبة للشخص ده ما ينفعش ياخد أي استعلام خالص، ده بالنسبة له يعني مفيش هياخد أي قرض خالص، لأن هنا ضامن ومقترض ومقترض. أما ديت مثلا بالنسبة لها هي هنا تاخد قرض عادي خالص، لأن هي عندها اللي مفيش اللي نتيجة أي سكور عليها، يعني ما اتعاملتش قبل كده في حوار القروض. طبعا أنت بتاخد على أكبر قيمة ليك. بالنسبة لبنك ناصر نقول 75%، بقية البنوك 35%. طبعا دي نسب ثابتة الحين تغيرها حسب المواقف الخاصة بالبنك المركزي. طبعا الأوراق اللي بتاخدها معاك وانت رايح، يعني بتاخد معاك صورة البطاقة، 4 صور بطاقة، 2 شريط تأميني مطبوع. طبعا بتجيب بيان معاش مختوم وبيان معاش تفصيلي في حالة المعاش المورث. طبعا بتجيب بيان معاش تفصيلي بتبين فيه حصة المستفيد من المعاش وصفته، يعني ابنة، زوجة، بنت كده يعني. دوسي كرتوني، وبتجيب اخر ايصال غاز وميه او كهرباء. طبعا مش لازم يكون بتاعك، يكون اي حد مطابق، بس يكون مطابق لنفس عنوان البطاقه. طيب بالنسبه يا اما تجيب ضامن او شركه تامين هي اللي بتضمنك، يا اما لو جبت ضامن طبعا هو بيحولش مرتبه او بيحول معاشه على البنك، ده ضامن بيكون ضامن عادي خالص، بس في حالة لا قدر الله حصل أي حاجة هو الملزم قدام البنك بالسداد. طبعا شركة التأمين بقى بتاخد مبلغ كده، وليكن مثلا حسب السن وحسب المبلغ في نسب كده محددة. إن شاء الله لو أستاذ الزملاء حابين يتعرفوا عليها، اللي معايا شركة قناة السويس للتأمين وشركة أوليانز، هما اللي معايا صراحة الأرقام النسب بتاعتهم اللي بيحسبوها، وإن شاء الله ننزلها في فيديوهات قادمة، واللي حابب ينجزها دلوقتي يتواصل معايا ونبعتها له ملفات PDF. طبعا بالنسبة لشركة تأمين الحياة بتاخد مبلغ، بس المبلغ ده بيتحدد طبعا حسب السن وحسب مدة القرض وحسب مبلغ القرض، يعني التلات عوامل بتوعنا هم السن، مدة القرض، مبلغ القرض. شوف بقى انت بتفاضل انك تدفع مبلغ لشركة تأمين مثلا 2000 5000، تحدد بقى حسب المبلغ وكده، او انك تجيب ضامن. وكده نكون انتهينا من الفيديو بتاع المعاشات المورثة. اي استفسار طبعا كومنت اسفل الفيديو، وان شاء الله بيتم الرد على استفسارات حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.